احنا معانا نماذج خلينا نشوف ونسمع ونرجع نكمل الحوار. اول ما بدات الشغلانه 2021 كنت باخد 4000 جنيه ونص، بالوقتي حصلت 6. المشاكل اللي بتقابلني في شغل البيوت مثلا، تجي لشغل معين يدخلوا لك في كم حاجه، دي بتسبب لنا اختلافات يعني في الشغل دايما. مثلا انا اجي بيبي سنتر وقولوا لي لا معاه نظافه، مثلا اجي نظافه قولوا لي لا معاه مسنه، وفي ده بتحصل اهانه وبيحصل حاجات كتيره، يعني بتحصل اهانه بجد. يعني ممكن تصل درجة ان واحد تطلعك من شقتها من غير فلوس، ممكن تتبلى عليك تقول انت سرقتي، وما بيحصلش كده اصلا، بيحصل معاكي هانا ممكن يقولوا لك لا ما تشربيش مويه من هنا، اشربي من هنا، لا ما تشربيش بالكوبايه دي، اشربي بالصحن بكده، يعني يعني بنحس باهانه صراحه بجد. ممكن تلقى ناس يتعاملوا مع كلب احسن منك اللي انت شغال، يعني كل شيء بعيد بعيد، يعني كانك انت زول مقرف، كانك فيك حاجه مش حلوه. بيحصل واحده تشتمك، يعني شتيمه مش هقدر اقولها، كتير بيحصل. يا ريت يا ريت اي مدام يعني تجيب اجنبيه تتعامل معاه تعامل باخلاق، يعني لا تحسسها ان هي مهيونه ولا كده، يعني هي اصلا الواحده دي طالعه من بيتها عشان تشتغل شغلانه شريفه عشان تطلع منها قرشين، لما تتهان بتفكر في حياه تانيه. انا متفق معاها تماما في كل كلمه قالتها. ليه تعليق في الحقيقه؟ اتفضلي. احنا مش عايزين ندي صوره سلبيه قوي عن العماله المنزليه بهذا الشكل، لان بجد في ناس كتيره جدا في المرحله اللي احنا فيها بيعملوا معاهم بكالوريوس وفي الحقيقه لسه نماذج مختلفه، وفي الحقيقه معانا اكتر من نموذج، نماذج كويسه جدا. لا والسيده نفسها السلبي. علشان واحنا بنتكلم عن قانون بنقول عايزين نحمي مين؟ الكويس والمستقر وهو الغالب على فكرة. انا عارف ناس كتير يعني تبص دماغ بالضبط كده تقول لك بقى نفسها ان احنا مش شغالين عندها، علشان ترضى اساسا انها تعمل. مش كله فيه طبعا وجوه